تصوير الأسنان واحد من أهم المجالات اللي بقينا نستخدمها في العيادة بشكل شبه يومي. أداة مهمة جدا للعيان وليك أنت كدكتور لازم تبدأ تستخدمها. هتفرق معاك كتير في التشخيص وفي وضع تريتمنت بلان مظبوطة لكل عيان. هتقدر تتواصل مع المعمل بشكل أحسن ويديك نتائج أفضل. هتصور صور مظبوطة تقدر تستخدمها في الديجيتال سمايل ديزاين. طريقة تواصل أحسن ليك مع زمايلك لأن الصورة بألف كلمة. كمان تقدر تستخدم الصور دي في الماركتينج واللي بقى مهم جدا لكل عيادة. محتاجين إيه عشان نبدأ؟ كاميرا وعدسة ومصدر إضاءة مظبوط وشوية تيبس أند تريكس عشان نخلي الورك فلو يمشي بشكل سريع وبشكل مظبوط. كل ده واكتر هنعرفه في محاضرتنا يوم السبت 11/11 في الجريك كامبس. هستناكم.